هي هيدا التركواز اللي عم تحكي عنه هنادي your favorite. هيدي القطعة مثلت فيها كريستين حوري لبنان فيها بجرماني بألمانيا؟ نعم. كانت مسابقة جمالية؟ كانت مسابقة مستوب موديل اوف ذا وورلد. اوكي. حلو كثير فكرة انه شارت منه فستان. هي طبعا لما بدها تكون موديل بدها تكون قطعة مريحة وبنفس الوقت ستايلش، ما رح تكون قطعة كلاسيك بهيك ايفينمون. يعني منها قطعة بتشوفيها دايما على الران واي. طبيعي بتكون عم بتفكري بمن كان غير ما بتكون عم بتفكري بزبونة. أكيد. وهلأ